الصحة ديال اللاعبين كاع نقول لكم كاع اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي كوم صافي باش تكونوا باش تضمنوا الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي فالصحة ديال متولي في تحسن وكنتصاب خلال التدريب يعني بواحد واحد الإصابة في القفص الصدري ديالو ولكن ما عنده لا فراكتور ما عنده لا هرس ولا حتى شي حاجة عنده اون كونتيزيون توراسيك سامبل كتطلب واحد 3 ايام ولا 4 ايام ديال الراحه وغادي يرجع للمقابله ان شاء الله غيرجع للميادين ان شاء الله هو غادي يكون حاضر لا بالنسبه الماتش ديال فريق مع فريق الجيش الملكي ولا بالنسبه الماتش اما بالنسبه للعوده ديال مع فريق منصير غادي يكون موجود ان شاء الله مع المجموعه ديالو.